بعد الله يشفيك. ما هو الفرق بين التشنج والصرع وطريقة علاجه؟ الله يعطيك الصحة والعافية. التشنج عجيب والصرع، سيدي. التشنج هو قصور في الدم يحدث أن الدم يطلب كمية، أو العضو يطلب كمية مزيدة أو كمية كبيرة من الأكسجين والغذاء، ولا يستطيع الدم توفيره بسبب القصور اللي فيه أمه بسبب التهاب، فيحدث خلل في الأعصاب فتصير وشوشة عند الطير. مرت عليك طيور هي طايرة فاسمها حولت، هذا كهرباء ترى، اي صحيح، مشكلة في الكهرباء عند الطير. سبحان الله، الكهرباء اللي في جسمه قصدك ابو طارق؟ ماذا سبحان الله، حدث؟ الطير ينزل الشكل. يا سلام عليك، يسمونه التحديق بالنجوم، الطير يفرش ذيبه وجناحه يطالع في السماء شوي، والطيرة تقول يا سلام، تقول مرمي، تقول مرمي، بعضهم تقول مرمي. مرمي. هذا الطير هذا ما حدث طال عمرك شفت، خلينا اقول مثل الموتر اللي بخاخات مسدده يفتح لو ويسكر. 140 قام ينفض غير ترفع رجلك. ايوه هذا طويل العمر، الطير طاير الدم كفاءته 70%. لا ضغط نفسه، بس خلينا نوصل المعلومه، لا ضغط نفسه الطير، طار طيار لا قوي. ضغط نفسه ايوه يطلب العضو، هذا كله في جزء من الثانيه طال عمرك ترى يحدث هذا الشيء، في جزء من العضو يطلب مزيده من الاكسجين والغذاء حتى يؤدي العمليه اللي يبغاها الطير، فلا يستطيع الدم تنفيتها، فيحدث خلل في الاشارات الكهربائيه فيصير فجأة فيطيح. فلما يرجع الدم لمستوياته ويرجع النسم طبيعي للمستوى اللي يقدر الدم يغطيه، يرجع الطير طبعا سليم. طريقه العلاج، طريقه العلاج ان شاء الله الله يهلكم. اسلم اسلم. طريقه علاج التشنج والطريقه الحق ينسب لها، هذه طريقه عبد اللطيف الكندري وانا طورت فيها شوي. طريقه العلاج اللهم امين، 10 ايام الى 12 يوم لا التشنج طبعا ثلاث انواع. اول انواع التشنج يا اخوان وشو؟ لما تجي هالطيرك مهد قوي وتبرقع يقوم راسه كانه عقارب الساعه ويفح، هذا اعرف ان الطير في بدايه تشنج. المرحله الثانيه يحول من اسمه وهو طاير ويضرب يعني ينزل. الحركه اللي سويتها قبل شوي هذه ايوه نفسها، هذه المرحله الثانيه. هذه المرحله الثانيه، المرحله الثالثه على الوكر تحت الوكر صحيح. جزء من الثاني من غير جهد ابو طارق عشان توصل الصوره، من غير جهد هو على وكره الطير يتشنج. صحيح الطير يتشنج. صحيح العلاج الا يهد الطير ابدا لمده 12 يوم. خلال 12 يوم ماذا نعطي؟ نعطي برواز موي على الريق 20 الى 40 ملي. رقم اثنين نعطي، اخوي عبد اللطيف يقول حبوب، انا اقول نعطي ابره ماربوسين 20 ملي. تمام؟ بعد ساعتين من الموية اقل شيء. بعد ما نعطي الماربوسيل هذه نعطي بعدها بساعتين نعلف الطير ونعطي نص حبه بلود. الدم مال في تفار، نص حبه بلود مال في تفار. نص حبه مع العلف. نستمر على هذا المنوال لمده 10 ايام. ما لماذا الدم ما في كفاءه؟ الدم كان فيه التهاب واستهلك ويحتاج اني اجدد الدم عند الطير واشيل الالتهابات ان كانت موجوده. طبعا ما يهد الطير خلال 10 ايام الى 12 يوم كحد اقصى العلاج. نكرر برواز مويه على الريك 20 الى 40 ملي، ابره ماربوسيل بعد 20 ملي. طبعا انا طورت على طريقه اخوي عبد اللطيف الكندري. ابو طارق عمر عليك 20 ملي على جميع وزن ولا اي طير؟ لا ولا لا لا يعني في طير طير وزنه 1200 بعطيه 20، لا 40 يعني. انا اقول لك عشان توصل، لان بعض الناس يفهم، انا ليش احب النقاط هذه عشان تكون واضحه، خوفك يزيد على الطير يكون تبعي يعطيه 2 ملي فتصير لكم مشاكل، عارف؟ لا لا اسلم ابره المربوسين 20، ايه ابره المربوسين 20 سي سي ابره سكر. أيوة. سواء الطير 800 او 1200 20. اخوي عبد اللطيف الكندري يقول لا اعطي حبه 20 جرام. تمام؟ بعدها تعلف، بعد المربوسيل بساعتين تعلف، يعني اقل شيء ساعتين، ممكن تجلس ثلاث اربع بكيف. تعلف وتعطي نص حبه بلود مع العلف. ان امكن ان توفر بلود الخير واهله، ما توفر مو ضروري. 12 يوم هد طيرك وما جاك عندي. الله يبارك، هذا للطيور اللي يكون معها الامر هذا. التشنج نعم. اي يعني يا ابو طارق في امور يعني مثل هذه ان جربتها مع طيور ضبطت، ترى غالبا نعم. يقولون وراثيه من الاب والام. لا لا ما يعني، وشنو نفس الوراثه ينتقل للطيور هذه يصير معها النقص.
غالبا تجي متى السوالف هذه؟ من شهر اثنين وورا، لان التسخين والطير قاعد يحرق يحرق يحرق، وش يصير معه؟ ينقص الفيتامينات البلاوي كل اكثر الناس. لا جو وقت هذا اقوى صارت معاه الامور هذه، ولو الوقت ما في شيء نادر اللي يجي الوقت الصرع. ايه لان الناس تخلط بين الصرع وبين التشنج يا ابو مشلح، هذه لازم تكون الصرع. أيوة لا لا. الصرع شنو الصرع؟ هو لحظه الصرع اللي في رقبته ام رقيبه، هل يقول ام رقيبه؟ ممتاز. والتشنق اللي قبل شوي اللي هذه، ولا كان على وتره يا سلام. التشنق اللي اخذ له ثواني يرجع طبيعي ما في ولا شيء، صحيح؟ يا سلام عليك. الله يبارك فيك. الصرع يا ابو كم سنه لكم؟ كم سنه رفع قدركم جميعا؟ اسلم اسلم. ابو رقيبه مرض الصرع عندنا ليس فيروسي، 99.9 من 10 عندنا هو بنقص فيتامين B1 وB2 وB6 عندنا. طبعا يصير نقص في الطيور، فانت تبدا تعطي البي كومبلكس، تعطي البي كومبلكس. واحد يقول يا ابو طارق قديش اعطي؟ اعطي اذا شفت استجابه بسيطه من الطير اعطي الطير لين يعتق. انا عندي طير 3 أشهر اعطيه، تخيل. ثلاثة شهور. لماذا؟ لان الخلايا العصبيه اذا تلفت، اذا شوف في درجه من درجات الصرع ما تقدر تعالج فيها، اللي هو موت الخلايا العصبيه. تسمع اللي يقول لك لا تعوض في الجسم، لكن فيها ضعف. لكن هي مثلا يا ابو مشلح تحتاج 0.1 في اليوم، والنقص عندها عالي. فهي لو حطيت 90 بتاخذ 0.1 في اليوم، يعني شوف الاصفار قديش. فانت يبغى لك تصبر، فدام تشوف استجابه استمر مع الطير لين يعتق. كمل بكومبلكس يوم وترك ولا ورا بعض؟ يوم وترك، تعطي 5 أيام وتريح 3 أيام، تعطي 7 أيام وتريح 4 أيام. ايوه يعني للتوضيح، والله ممتاز. ايوه للتوضيح، افضل انواع البيكومبلكس الامريكي ثم الهولندي. الامريكي دوروه عاد، ممتاز جدا، لكن ممتاز جدا، ترى ممتاز جدا الامريكي. تجي غارش تزرقه. ما عندك صوره له؟ في صوره له، بس كيف اطلعها عندكم؟ ارسلها لك، انا ارسلها لك، ارسل لي اياها. تقدر عشان احطها الحين، نبي يستفيد العالم، ولا انا احطها كيف؟ والله ما انا ودي نفيد والله. ابشر ابشر ابشر. لا خلاص خلصنا. ابد اسلم اسلم. ابشر ارسلها لك ونحطها بكومبلكس امريكي. نعم احطها الحين، اذا هذا حطها الحين، اذا هذا شوي ارسل، اذا عنده ابو حسين خليه ارسل لي اياها. خلاص انا اجيبها وادزها الحين عشان نبي العموم يستفيد. الله يا ربي بيضوجك. ابو حسين ممكن الله يجزاه بالخير. الله يجزاه بالخير اذا معانا. خليك تكتب لي ابو حسين، انا ترى وقفت عند سؤال ابو كريم، بس انطرك تخلص من الموضوع هذا عشان في سؤال سأل كذا مرة ورا بعض. اسلم. ايه نعطي الطير لين يعتق بيكم، لين يعتق. اذا شفت استجابة استمر، اذا في استجابة يومين 3 أيام اوقف، يعني كم يوم ورد مرة ثانية. ايوه ترد مرة ثانية لين يعتق الطير. هذه الحالات ابو طارق، الحالات اللي يكون رد رقبته ورا اقوى لاخر شيء، صحيح؟ في درجة منه، لكن هذه لا استطيع اني يعني اقيمها لك الان. اذا الطير ما يقدر يعلف ووصل هذه أيوة. الدرجات المتقدمه أيوة. جدا ما عاد فيه ماتت الخلايا، والله يعوض في طيرك. لكنه يا اخوي مو معقول اني اصل الطير فيه بدايات واضحه، يعني بدايات واضحه. فيعني انا الوم الصقار اللي شوف فيها بدايات هذه ويهم ما يتلاحق، صحيح؟ ما يتلاحق، يعني حرام عليك، صحيح؟ هذا فيما يخص الصرع. فالمشكله تعرف شنو يا ابو مشلح؟ ان الناس يما يجي التشنج تروح تعطي فيه كومبلكس. لا غلط يا اخوان، بيكون بالكسرين. والتشميس، التشميس كذلك ممتاز جدا. انا الاخوي اللي قلت التشميس اكيد يعني سبحان الله التشميس له. لماذا قلت التشميس؟ جزاك الله خير. هل تعلم ان البيكومبلكس ترتفع كفاءته الى 70% اذا كان في الشمس؟ اذا اعطيت الطير وطلعت كفاءة ترتفع الى 70% 80%. اشكرك الذي ذكرت في الشمس، الله يعطيك الصحه. والله يا خير يا رب.